او ماي جاد شباب، او ماي جاد شباب، باقي 30 ثانية و20 ثانية شباب ويفارقنا. شو يفارقنا يعني؟ باقي 20 ثانية 30 ثانية شباب راح يشوف الفيديو، مو الفيديو، لا شو عم بيصير معي، انا مالي مركز حبايبنا. راح ينزل السلاح الجديد، الماكينة الجديدة شباب، انا كثير متحمس لنشوف مع بعضنا يا اساطير. باقي 10 ثواني سو ليتس انجلت من خلينا نعمل هيك. قبل ما بلش المقطع حبايبنا لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا حلا ناس. وهلا بتنزل تحت بتحط اللايك، باقي 4 ثواني حط اللايك لوز. اوكي حطيت لايك وضعك تمام، ولان حال وقت اللوز اللي صحت السماعات التمانو يا بوي. شو راح ننزل؟ شو السلاح معلم؟ شو السلاح؟ هات شو ويلي جروزا التمانو. او ماي جاد شباب جروزا، يا سلام عليك، شو هالمنظر الحلو والله، افكت اسطوري. لوز اللوز معلم، فيري جود. لك وقف، في كمان سنايبر، سنايبر تلت. لك شو معدل اطلاق النار سرعه، شهادة تحميل ومخزن ذخيرة. اوووه لا 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 شباب خلاص، اليوم معلم الوضع راح يكون لوز اللوز حبيب والله. وشو هذا كمان؟ لك في اي كي مدة ودقة، اسلحة جديدة شباب ما انتم شايفين حبايبنا، انت معنا دقة وما دقة ويا لطيف. الجروز ما شفنا الجروز، ما شفنا عندنا هون الدقة حبايبنا، دقة واختراق الدروع. اوكي اوكي حبايبنا، خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كثير متحمس، معنا 143 دقة. ايه طبعا ان شاء الله يمشي الحال، ونحاول نحصل على اي واحد منهم يبلع على اللوبي معلم. اوكي وقف شوي معلم، حصل على الاي كي، جبنا الاي كي لوز اللوز حلو. يلا اضرب حبيبي والله، ليتس جو. طبعا شباب عم نشوف مراقب الوضع. ايه طبعا يلا حط في اس اس، كمان في في اس اس جديد. يلا لا شباب لا 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 شباب لا، هيك كتير شباب اليوم الأسلحة معبة شباب، اليوم الأسلحة شباب ايه طمان ونار نار 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 يا جميل. ويلي 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 خرج معي، خرج طانا شي سلاح معلم، سكار وما سكار. يلا معلم ايه طمان، هذا هو طلعنا هون السنايبر، نقدر نجربه كلوز. ابلع يلا شو بس. ويلي شو طلعنا معلم؟ الفمس 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 يا اخي، ما بدنا الفمس يا معلم. شو ذا الفمس؟ شو خلص تفهمني يلا تعال، وين الفمس هذا معلم؟ لا والله هذا الضرر فيه المدى، هذا فمس اسطوري كمان والله شباب، اسلحه حلوه بهذه الماكينه الجديده. انت مالو حبيبي والله، روح ويلي ان شاء الله. شو طلعنا معلم؟ يا بوي جروزا معلم، هي طلعنا الجروزا حبايبنا الكرام. بس يعني حنجرب يعني نحاول نجيب السكن تبع شو اسمه السنايبر، سكين سنايبر ليديز اند جنتلمان، حاول نجيب سكين سنايبر نشوف حظنا، بس حظنا عليه نقدر نجرب هذا اهم شيء يعني. بس ولكن انا حاطين راح نجيبه معلم حبيبي والله. هات نشوف ما طلع لنا معلم. السنايبر بليز برو، سنايبر برو يبلع نو بوي. يلا يا جميل يا زلمه، ايش الحظ السنايبر اوبا طلعنا السنايبر حبيبنا واخيرا. ليديز اند جنتلمان وضعنا لوز اللوز، ابلع ابلع غطته. خلينا ندخل على الاسلحه شباب، خلينا نعمل مقارنه خفيفه بين الاسلحه الله يرضى عليكم. اوكي بالنسبه للاي كي شباب طبعا هذا هو، انا حاطط هذا فيه المدى والدقه يعني، بس ولكن شباب نعرف دائما بالاسلحه يعني لازم يكون في سرعه. هذا شيء مشكك بالجروزا شباب، عندنا هون الجروزا انا عندي هذا شباب في معدل اطلاق النار، بس الدقه تبعته زباله شوي يعني بيض. اوكي بينما هذا شباب هذا اول جروزا، يعني اول جروزا شباب فيه ثلاث خاصيات يعني، فهمت علي كيف؟ يعني مكتوب عندك معلم سرعه الحركه ناقص واحد، ما بهم، فيه الدقه وفيه اختراق الدروع، يعني شيء حلو شيء حلو يعني شباب، هذا فيه يعني اشياء كثير حلوه عنده. بس ولكن هذا نشوف، خلينا نروح على السنايبر شباب. والسنايبر في اس اس، يب في في اس اس كمان هون شباب، عندنا الضرر والدقه. قول لي ضرر ودقه في اس اس معدل، لا معلم اذا الضر اذا الدقه لنجربه هذا كمان، خلينا نجربه. اوكي هذا كمان هذا هذا معلم حبيبي والله بلانا يا اليو ام بي. بالنسبه لليو ام بي شباب عندنا عندي هذا انا الفيو سرعه، طبعا هذا اليو ام بي الضرر هذا من افضل اليو ام بيات يعني، سو فيو دقه اكيد ما يشبه شيء. القناص القناص شباب لا القناص ضروري، عندنا معدل شوف هذا عندنا المدى واختراق الدروع. اوكي هذا هذا عندنا يسحر بالسرعه والمخزن تبعه اكثر، بس قول لي نجرب هذاك، راح نجربهم كلياتهم حبايبنا الكرام، نجربهم كلياتهم باذن الله. ليتس جو راح نجرب الكل، يب راح نجرب الكل ويس معلم، راح ندخل تدريب ونجرب الكل معلم. جهز لحالك، لا تنسى اللايك تحط تحت، واهم شيء شباب اللي ما شاهد الفيديو الجاي شباب على قناتنا الجاي، جهزوا حالكم فيديو نار راح ينزل، روح على القناه الثانيه حبايبنا شيء اسطوري. اوكي حبايبنا الكرام خلينا نبلش اول اول سلاح. طب راح نجرب اول شيء الجروزا شباب. اوكي حط على الجروزا هون على شباب 30 بتضرب له هيد شوت وهالاشياء، مو 30 30 شو يلا لك الاداء تبعه تمام.
ناخذ نحط له هاي، نحط له كل شيء فول شباب، يعني كانه عم يلعب يعني عادي. نحط له هذا كمان عادي، نحط له البوش تخوا ولا ساينس تقريبا نفس الشيء. لا والله حط واحد ساينس واحد بوش تخوا، نشوف الفرق بيناتهم. وقف شوي معلم حبيبي، والله لا حط هذا الساين. اه في هذا كمان، حط له بوني هاي ولا اللعيبه هاي. وين 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 معلم؟ المخزون مخزون المخزون. اوكي ليز انجل الجروز يا حبيبنا. بالنسبه لهذا عندنا هذا المافيو سايلنس. اوكي ركزوا معي، تشيف هيد شوت عنده 237 يا والله صرت يعني مش بشي، بس فيه دقه شباب، الدقه والله شباب. ندخل بسرعه يا خدام، ما تغير يا الله، كيف ما تغير يا ربي؟ وات شو هذا يا زلمه؟ انا مبسوط على حالي يا الله، كيف هيك ما تشال وما تغير؟ وليش هيك جليتش باللعبه؟ بليز لا 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 تقولي ما خلصت تزويد، لا تقولي ما زودتهم كلياتهم. يا الله كيف هيك؟ ما انا مزود يا شباب، كيف هيك؟ وات صدمه كبيره. هذا الوحيد الشباب اللي ما زودنا. شيت يا زلمه يا شباب، والله ما قدر ما يحمس شباب. شو اوكي، هذا فيه سرعه شباب، هذا ما فيه دقه، بس هذا فيه دقه واختراق دروع. يعني شيلو زلوز يلا رجعنا. والله ما انتبهت شباب، لا تغزوني، متحمس كثير، متحمس كثير حبايبنا. يلا متحمس زياده عن اللزوم علي. ليتس جو علي، يلا دقني يا زلمه، يلا 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 يا بوي، يلا بسم الله. اوكي نرجع نعيد اول جديد حبيبي والله. جروزا 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 معلم. اوكي يلا 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 جروزا معلم. نحط المخزن، مخزنين، البوانيه، هذا وخلاص وضعنا اللوز. والبوش معلم والله يعني نفس الشيء، يعني نحط البوش تروا واحد ساينس. يلا لوز اللوز، هذا نحط الساينس عند هذا. اوكي 42 شباب نفس الشيء، 42 لوز اللوز عندنا. هذا 203 نفس الشيء، والله يعني منيح والله شباب، مالي شايف الفرق. 37 بس هذا فيه دقه، والصراحة شباب ما شفت الفرق بيناتهم، ما شفت بين هذا والثاني الصراحة، أنا شباب باللعب بس والله مبين عليه شباب، ولا أسطوري شباب، فيه دقة كثير أسطوري معلم، فيه اختراق درع كمان يعني معلم. ويلي 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 حبيبي والله والله لوس ماشي معلم. ما بدي، خلينا نحط له بوش اثنيناتهم وخلاص، نفس الشيء تقريبا. هات نشوف معلم وينه، وين الناس، وينك يا ول؟ ويلي على الستوب. اوه لو 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 37 شباب، شو اسطوري على اللوبي. هي هيك يا اخي، شو عم بيعمل هذا؟ شو عم بيعمل هذا معلم؟ شو عم بيعمل معلم؟ طبعا اختراق معلم، الدرع عند الاختراق اسطوري. اولي دقة شباب، هدات شي مشكلس والله، ما يشبه شي شباب السلاح عن جد، يعني اتس كول شي مرتب. ما انتم شايفين حبايبنا، اعطيني رايكم، انا اعطيني رايكم. وين الناس؟ وين معلم؟ هذا شوف هذا معلم، دقه شفتوا الهيت كيف جابها بسرعه من اول طلقتين. لا 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 اوكي كم كم كم، تعال يا جميل. اوه هيت شوت، ما في ابدا، ما دقه هيت شوت شباب. كروزا معلم، شيل لوز اللوز. طبعا شباب الجروز طبعا هذا السلاح يعني من اقوى الاسلحه، جروز شباب من الاسلحه اللي بتخوف كثير، يعني الجروز شباب من الاسلحه اللي بتخوف كثير شباب. هيك شباب يعني اذا راح ينزل على نزل شيء سكيل دقه باللوز. لا 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 ابلع 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 ابلع. يلا شباب خير. طبعا بالنسبه لجروز شباب بصراحه بقيمه 5/5، لا 5/10 متوسط يعني. اوكي بس ولكن سلاحه مشكلس ماشي. ليش طلعت يا زلمه؟ بدنا نجرب السنايبر سيت معلم، يلا نجرب السنايبر معلم، ليتس جو. طبعا شباب ايوه باب، عم قلكم الجروزا ما شفوا شيء مرتب، اشي حلو يعني مرتب، ما شفوا شيء معلم. خلينا ناخذ السنايبر هذا معلم، السنايبر هذا سنايبر ثلج. قولي 9 طلقات شباب، 9 طلقات شباب، 9 طلقات شباب، والله شيء اسطوري. 9 طلقات كسنايبر بدون لا غلط ولا شيء، والله شيء مرتب معلم. طلقات زياده
لا صراحة شباب يعني ما راح شو بدي أقول لكم، إذا أنا بفكر بالرنك بفكر باللعب والبطولات ولا أشياء، 9 تلقات شباب يعني عن جد شيء أسطوري. هات شوف معلم هذا شو كان فيه، كان فيه قلنا فيه السرعة وال السرعة كان فيه، وكان فيه إيه اختراق الدروع. نايس 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 برودا نايس زكري زكري الورد أسطورتي حبيبي. لا 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 مستحيل لا 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 معلم 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 ما اتفقناك والله ما اتفقناك معلم والله ما اتفقناك ما اتفقناك معلم ما اتفقناك ما اتفقناك 423 والله شي متى يعني 9 تلقات يعني شباب بالسنايبر ثلج والله نار نار شباب. انا متفاجئ انا متحمس لهذا 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 اكثر اكثر من كل ابلع على اللوبي يا غدار شباب. 9 تلقات يا الله والله شي اسطوري معلم نار. اوكي شباب صراحة بلوز الان شباب حابة اجرب الفي اس اس، جرب الفي اس اس بشكل سريع اوكي، لانه سلاح يعني شباب سلاح يعني الاسلحة اللي الاسطورية يعني طبعا سلاح موسيق بس ولكن يعني احد الاسلحة يعني حبيبي والله بس راح نجربه جرب راح نجرب راح نجرب راح نجرب ما عندك العادي يعني شو فيه. حط له هذا حط له مخزن 3 اوكي ايزي مازن تري معلم عنده 20 تلقة نوز بالنسبة لبوني ماك ميلز معلم خلاص بلس طبعا رح ناخذ دبل قطعة نشوف الدمج عنده كمان كم معلم هذه شو 32 سبعة سبعات هذا هو يعني كدمج نورمال 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 لحد الآن 95 اتس كول يعني دمجه معلم عادي سوى شوي 20 لا تضرب يعني اوكي 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 حبايبي شباب بالنسبه للفيس اس ما بعرف الفيس اس صراحه يعني ما بدي اعطيكم شيء وما بعرف فيه شباب اوكي بس يعني بس يعني كضرب مش توب توب صراحه حبايبنا الجروزا الجروزا والسنايبر هذا شباب يعني نجيكم الاخر شيء مرتب حبايبي اشي مرتب شباب يعني مثل ما انتم شايفين خلينا نجرب شباب هذا كان فيه اختراق الدروع لا السنايبر فيه اختراق الدروع خلينا نجرب على السنايبر الدرع مثلا خلينا نحط هذا تمام نحط هذا الدرع كمان اوكي خلينا نجرب نشوف نحط نجيب السنايبر ثاني انا هذا 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 الشيء شباب اللي عاجبني اكثر يعني الكروزل فيه الاختراق الدروع شو عم بصير معنا يا شباب طولوا بالكم اوكي الاختراق الدروع هو الجروزا شباب يب 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 اسف اسف وهذا فيه الان مخزن الذخيره نسيت صح حبيبنا بالنسبه لل السنايبر هذا فيه مخزن تلقات اكثر السنايبر تل شباب ما فيه مخزن من الاصل بس هذا فيه مخزن يعني شي لوز لوز بالنسبه لهذا حبيبنا الاختراق الدروع ندخل نجربه بشكل سريع بشكل سريع ما نتكلمش عشان ننهي اخر 30 ثانيه شباب اخر 30 ثانيه ليديز اند جنتلمان يلا ندخل شباب التدريب ليتس جو راح نجرب الدرع نحط له درع ثلاثه ونجرب كم طلقه بكف بيلزم له يعني ينكسر يعني بشكل عادي من مسافه عاديه بعيده ايزي فريزي هذا نشوف ناخذ الجروزا شباب يب هذا الجروزا حبايبنا نجي لهون نقدم شوكليتز نحط له درع ثلاثه معلينا نشوف كم راح يضرب 18 وقف المسافه اوكي هون عندنا الضرر الفعال ضرر في السين تلف الدرع ده كم طلقه معلم ترى هون صار ضربين شايفين معي كيف شباب؟ وين الدرع معلم هذا ليش ما يروح؟ ما بيعطينا ما بيعطينا كم الدرع بيروح منه اوكي سوني على احصائيات الهدف 18 بضرب معلم على الدرع ثلاثة تقول على الهيد حلو شيء مرتب 37 13 هذا هو شاب يعني حسب ضرب يكون فيري نايس شاب اوكي ليتز اند جنتلمان حبايبنا الكرام شو عجبكم مقطع اليوم يا اساطير؟ لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا والمشترك اشترك يا اساطير. شو استفدت معنا؟ بالصراحه بالنسبه للجروزا 5/10 شباب لانه لسه الجروزا ما في منه يعني كيف اشرح لكم؟ السلاح المعروف دائما شباب لعب فري فاير دائما يكون فيه ضرر وسرعه. هذا فيه دقه وفيه اختراق درع اتس اوكي ماشي حاله. بس ولكن شباب السنايبر الثلج صراحة قبل ما نسكر يعني رح نعمل مقارنة سريعة شباب بالنسبة لسنايبر تلج يعني صراحة حبايبي 9 تلقات كسنايبر تلج اتس سو كول معلم اتس سو كول شباب بينما هذا المعدة هذا يعني هذا
هذا فيه اختراق درع حلو، بس بهذا الشاب معدل اطلاق النار مع الذخيره ماشي حلو. هذا السنايبر شاب راح استخدمه بشيء اسطوري. اوكي حبايبنا، شو عجبكم المقطع لا تنسونا كمان مره ثانيه باللايكات، بنشوفكم مقاطع جديده يا اساطير، بنشوفكم على خير، ان شاء الله انبسطتوا، باي باي.